طيب يبقى انت حضرتك دلوقتي راجل كلام معصوم انا الصامت، كيف يعني انا الناطق وانت صامت؟ يبقى اذا القران ناطق، يبقى انتوا كده اللي وقعتوا القاعده بتاعتكم. لا دي النقطه يا الاولى. شيخ النقطه وهي الثانيه، لو ان كل شيء، اسمعني بس، لو ان كل شيء موجود في القران، اذا فما الفائده من القران الناطق؟ واذا كانت النهايه نعرض القران الناطق على القران الصامت، اذا فما الفائده من القران الناطق اذا عرضناه على القران الصامت؟ يا شيخ وليد، كلام المعصوم لا يخالف القرآن، وبه نستدل على كلام المعصوم. لكن إذا أنت قلت كل شيء موجود في ما القرآن، هو انت يعني حضرتك انت مع بتقول لا قاعدة يخالف حسبنا القران. كتاب الله، يا استاذ، يا استاذ حضرتك بس ما تسرعش، يعني انت ما تحاولش تتذاكى، لان انا بفوت الامور بدماغي، لان انا لا، لو ما أنت دخلت تقول معاك في كل عالم حاجة موجودة سأتولى. في القرآن، فما اسمعني حاجتنا بس، بكلام اسمعني المعصوم؟ اسمعني بس، هذا ما كلام، تتذاكى بالله عليك، احنا مش داخلين نتذاكى او نتثعلب على بعض. لا هو كلام انا علمي. عايز افهم، يعني انت بتحاول تتثعلب ودخلت في عبث وتولى ودلوقتي حسبنا كتاب الله ليه كلمة بتحاول تتثعلب؟ تتذاكى، ليه فما كلمة تخليش تتثعلب؟ يعني اطلع لك الالزامات من جوه قلبي هنا على طول وأنا وارجع اعطيها كلمتك لك كلام وخلصت علمي القصه. ومنطقي، ليه تتثعلب لا الكلمة لا، هذه؟ احنا ليه؟ دلوقتي انا بتكلم في قصه ايه؟ في قصه عرض القران. الان قران صامت، ويجب ان يكون هناك قران ناطق. مين القران الناطق؟ العتره. طب العتره سابت لنا دلوقتي بعض الروايات، الروايات دي مختلفة طيب، تمام، وفي روايات بتضاد بعضها، ما هو واضح، فأنا ما رحت وافق للروايات منها ديت. كتاب اسمعني الله اسمعني، نأخذه به يا فأنا شيخ رحت وليد. للروايات ديت فقلت لي لا نعرضها على القرآن، يبقى إذا القرآن ناطق أهو مش صامت. بس مش كل حاجة في القرآن عشان نقول حسبنا كتاب الله. طيب أنت دلوقتي بتقول إيه؟ ليس كل شيء في القرآن عشان نقول حسبنا كتاب الله، برضه مصر تتثعلب. فخلينا نتثعلب سوا بقى، طالما انت مصر أنا انك أتثعلب تتثعلب وأنت تتذائب، خلينا يعني نتثعلب ترضى سوا يا سيدي. بالمصطلح هذا أنت لا لا تتذائب؟ لا، خلينا نتثعلب سوا، خلينا نتثعلب سوا. يلا انت تقول تثعلب. عبس وتولى، اسمعني بس، انت تقول عبس وتولى، وان النبي صلى الله عليه وسلم ذو خلق عظيم، فما ينفعش ان هو يكون عبس وتولى. الان عندك اكتر من 15 مفسر قالوا ان عبس وتولى في النبي صلى الله عليه وسلم. كلو كلو دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه، النقطه بقى الثانيه حضرتك، لو انا سالتك سؤال بقى، سؤال يعني عارف انت تثعلبي شويه، لا لا، أنا ما أرضى كلمة تثعلبي شويه، تثعلبي انا هذه، لا يعني والله، لا والله لو تصفنا تقول انا بالحيوانات لو اسالك سمحت. السؤال التثعلبي ده أرجو يا شويه، شيخ وليد، أنت اسمعني بس، شيخ اسمعني وإحنا في لو شهر سمحت، لو رمضان، سمحت اسمعني، فتنزه عن كلمة لو تتثعلب. سمحت اسمعني، نحن لسنا ثعالب، معلش نحن معلش، عدل أبناء عليل عدلية، لا وفاطمة. سؤال ذكي شوية، نعم. عدل سؤال، أسألك سؤال ذكي شوية. النبي صلى الله عليه وسلم عندكم لما كان بيقول ويند عائشة بالحميراء، ما معنى حميراء عندكم؟ حمراء الوجه. عندكم حمراء الوجه؟ نعم، كانت في خديها حمرة. اه يعني عندكم دلوقتي بقت حمراء الوجه. طب والله الحمد لله، أنت الحمد ما لله رب تؤولها، العالمين، هل النبي على خلق الحمد لله سيء؟ رب العالمين. اذا معلش يعني، اذا ما انا معاك اهو، انا هو ده معاك، انا سؤال معاك. التثعلب اذا بتاعك. كل من قال، اسمعني بس، اسمعني بس، اسمعني للاخر، انا معاك اهو ماشي. تفضل. اذا على كلمة حميراء يعني كلمة الحيض أنها لا ينقطع عنها الحيض، يبقى إذا أخطأوا صح؟ في رواية تقول أنها كثيرة الحيض، ورواية أنها حمراء الوجه، لكن أنت لا، تريد أن روايتك أنت تتثعلب حمراء الوجه دي فتأخذها جبتها إلى منين؟ كلام آخر. اسمعني بس، اسمعني، روايتك بتاعت حمراء الوجه دي جبتها منين؟ في أي كتاب عندك؟ موجودة في الكتب عندنا. لا مش موجودة حبيبي لا عندك. موجودة، موجودة. لا مش موجودة حبيبي عندك. يعني دي أبو النقطة لهب، الأولى. أبو لهب أنا لماذا سألتك سمي سؤال. أبا لهب؟ لا لا لا، سيبك من أبو لهب دلوقتي. لا، أنا سيبني إيه؟ سألتك سؤال الآن. سيبني إيه؟ يبقى إذا كل من قال أنها كثيرة الحيض أو أن الحيض لا ينقطع عنها، هل هو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم شيخ أم وليد، لا؟ شيخ وليد، من الآخر، أنت تريد أن تصل بي إلى أننا نقول أن النبي كان سيء الخلق فيصفها بوصف شنيع، تريد أن تصل بي إلى هذا؟
لا انا ما وصلتش لسه، انا ما وصلتش لكن يعني حوصل، تريد لكن حوصل. هتوصل تريد أن تثبت سوء خلق النبي، لا انا مش، والله انا لا يقول اثبت وإنك سوء لعلى خلق خلق النبي صلى عظيم. الله عليه وسلم، ولكنني استغفر الله. اريد ان اقول للناس انكم تكيلون بمكيالين حاشا لله، نحن في عبس ننزه وتولى. النبي، اسمعني بس، ننزه النبي اسمعني صلى الله عليه وآله عليه. اسمعني، في عبس وتولى قلتم ننزه النبي صلى الله عليه وسلم في العبوس، ولكن الايات اساسا نازله في النبي صلى الله عليه وسلم باعتراف علمائك. دي لا لا الاولى. لا، النقطه وعلماءك الثانيه، علماءك أنت. النقطه الثانيه اسمعني بس، النقطه الثانيه، اذا كل من قال ان السيده عائشه تحيض كثيرا وان كلمه حميراء تعني كثيره الحيض، نعم. وهو قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يعين امراه ويفضح امراه بشيء مستور عن الناس. لماذا لا تقول أنهم اجتهدوا فأخطأوا كما اجتهد معاوية فأخطأ؟ لا، واحدة واحدة بس، انت بص سبت الدنيا نعم. كله برضه هتدخل في حاجة تانية، مش ليه؟ هخليك تهرب، ليه؟ أنا مش معاك، هخليك تهرب، معاك لا للصبح. مش هخليك تهرب، معاوية ابن أبي يبقى اذا مش سفيان في هخليك تهرب، حرب والله ما خليك طحن تهرب، فيها الصحابة والله ما خليك اجتهد تهرب، فأخطأ، أفلا والله ما يخطئون خليك في تهرب. رأيهم يبقى انت أنها كده كانت نطيت في كثيرة موضوع الحيض؟ الموضوع الآن، يعني اجتهدوا ما فيش مشكلة، فأخطأوا فلهم ماشي ثواب ماشي يا واحد، عم، أجر اسمعني بس، واحد. اسمعني اسمعني يا جماعة الخير، الراجل ده بيقول لك الذين قالوا أن السيدة عائشة كثيرة الحيض اجتهدوا فأخطأوا. فلهم أجر إذا من، واحد. اسمعني بس اسمعني، إذا بعض علمائك، وأنت قلت منذ قليل أن هناك روايات عندنا تقول بأنها كثيرة الحيض، إذا هذه الروايات المفروض أنها عن طريق المعصومين، فالمعصومين عندك الآن أخطأوا، لا، نردهم إلى كتاب الله فنجد أن هذه المعصومين الرواية الآن ليست عن عندك طريق أخطأوا المعصوم. عندما قالوا ووصفوا السيدة عائش حسب كلامك، وكيف عندما أثبتت وصفوا أنها السيدة عن طريق عائشة المعصومين؟ بأنها كثيرة الحيض أخطأوا. وكيف شفت شلون؟ يا شيخ وليد، يا شيخ وليد، أنت تعلم شفت شلون؟ كيف نعرف الحديث الصحيح عن المعصوم؟ نعرضه على طب كتاب الله حضرتك وعلى دلوقتي سنة عايزين، معلش النبي يعني، معلش وعلى معلش علم معلش، الجرح والتعديل، الآن يبقى أنت على طول معلش، أثبتت يبقى أنها من الأحاديث المعصوم؟ التي، معلش يا أستاذ، يبقى إذا أنت تقول أن المعصومين عندك أخطأوا عندما رووا روايات أو تكلموا بروايات أن السيدة عائشة كثيرة الحيض، ها؟ فلهم أجر واحد، لهم أجر واحد آه عند يعني الله. بيخطئوا، طب الحمد لله رب ولكن النبي العالمين، صلى كده الله يكون عليه المعصومين وآله، لهم أجر، يبقى ولكن كده النبي لا المعصومين عندهم يكون لهم سيء أجر يا إخوان. الخلق. نعم. الآن يبقى المعصومين عندهم ليهم أجر الحمد لله. طيب نروح لعبس وتولى. ولا يكون النبي يا سيء يا الخلق. باشا خلينا بس روح نمشي في لعبس الحوار شوية. وتولى، تفضل. نروح لعبس وتولى. نعم. نروح لعبس وتولى. أن جاءه إيه الأعمى. رأيك لو أنا حضرتك أولاً ممكن تقرأ لي الآيات الكريمات بتاعت عبس وتولى؟ اتفضل. ما أنت أحسن مني، أنا القرآن مش قدامي الآن. لا عبس لا أنا خلاص وتولى أن بطلت أقرأ جاءه القرآن، افتح الأعمى جوجل وما واقرأ. يدريك. يبقى ها؟ الخطاب هنا موجه لمن؟ لمن؟ للصحابي الله عز وجل الجليل يقول عثمان. عبس وتولى أن نعم جاءه الأعمى، نعم وما صح؟ يدريك لعله وما يدريك، وما لعله يدريك، كيف الخطاب لمن هنا؟ الخطاب لمن؟ لهذا كيف الرجل، الخطاب لمن؟ لهذا الرجل الذي عبس وتولى. فالنبي لهذا يقرأ الرجل. عليه الآيات. معلش معلش، أولا الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم كل تنزل على القرآن الرجل. نازل على النبي، لا فهو واحدة يقصد واحدة، النبي. واحدة واحدة بس، واحدة واحدة، ولا خليني معاك، اسمعك، خليني معاك، أنت بتستعجل ليه؟ معاك أنت للصبح، مستعجل ليه؟ للصبح أنت معاك. مستعجل ليه؟ تمام؟ تفضل الآن الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم وكافر الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل نعم أنت بقى عندك دليل على نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الكلام لأحد الأشخاص؟ النبي صلى الله عليه وآله حتى آيات المنافقين ما قال لهم أنتم المقصودين بها يا فلان ويا فلان ويا لا فلان. لا لا ها لا لا ها، لا 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 شلون لا 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 لا، شلون النبي صلى الله، شلون؟ اسمعني بس، ما أنا جاي في السكة أهو. أيوه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول نزلت الآية وقالت إيه؟ ولا تصلي على أحد منهم. أيوه، يبقى كان عايز يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، وقال إيه؟
ولا تصلي على احد منهم ابدا، يعني الصلاه مرتبطه هي بعبد الله بن ابي بن سلول، دي المره الاولى. بس ذكر اسمه. ولئن سالتهم، اسمعني بس، لما راحوا للنبي والطفل بلغ عليهم وقال لهم حصل كذا كذا، ولئن سالتهم ليقولن انما ايوه اكمل. كنا نخوض ونلعب، صح؟ طيب شيخ، شيخ وليد، كل لا لا الآيات لا، التي استنى، انا تخاطب جاي لك النبي هل السكة، هي انا تقصد جاي لك النبي؟ السكة، انا جاي لك لسه قد غفر خلص الله خلص لك ما تقدم من